مرمى بيلعب كرة داخل منطقة 18 لحد المرمى جول جول هلالي جول هلالي شوف معاك حق يا خوزمين معاك حق يا خوزمين انك وقفت التبديل لتنفيذ الكرة الثابتة من نواف الدمياط على طول يلعبها عرضية حسن خيرات المدافع يلعبها من عرضية داخل الشباك الأهلاوية هدف هلالي أول هدف هلالي وهنا الفرحة وهنا التهنئة لعضو الشرف الهلالي نائب رئيس أعضاء الشرف الهلالي الأمير بدر بن محمد والهلال يتقدم بهدف أول في الدقيقة 24 من زمن الشوط الثاني شوف هذه الإعادة هذا نواف بيلعب الكرة العرضية على طول حسن خير